ووزارة الصحة وسكان وجهات المواطنين بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر لتقليل فرص انتقال عدوى كورونا، وطبعا ضرورة ارتداء الكمامة والحرص على غسل وتطهير الأيدي. يوم السبت اللي فات احتفلت أكبر معمرة في العالم بعيد ميلادها 118، وهي من اليابان من مواليد 2 يناير 1908 وبتحمل لقب أكبر سكان الأرض. في بطاقة تهنئة بمساحة 8 متر و20 سنتي دخلت جانس ريكورد للأرقام القياسية كأكبر بطاقة تهنئة في العالم، والبطاقة دي بتحمل صورة حاكم دبي وبتهنيه بمناسبة الذكرى 15 لتولي الحكم، وحجمها أكبر ب100 مرة من أي بطاقة تهنئة عادية.